افتتح اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام صباح اليوم الاجتماع 26 لمديرية أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه مملكة البحرين خلال الفترة من 2 حتى 4 من أبريل الجاري. وأكد اللواء طارق الحسن في كلمته في مستهل الاجتماع على ضرورة تبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على تعزيز الشراكة بين تلك الأجهزة من أجل تحقيق أعلى نسب النجاح وصولا إلى حماية المجتمع الخليجي العربي الواحد، مشيدا بالتوجيهات السديدة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس ودعمهم اللامحدود في مجال مكافحة المخدرات. ولفت رئيس الأمن العام إلى أن الشباب هم عماد الأمم ومستقبلها وركيزة من ركائز تقدمها وتطورها، ولذلك فإن على الدول مسؤولية كبيرة تجاه هذه الشريحة المهمة من المجتمع، بحيث يجب تحصينها من كافة النواحي حتى تسلك سلوكا إيجابيا ونافعا بما يسهم في نمو المجتمع وتطوره. كما أوضح رئيس الأمن العام أنه لا بد من تبني الاستراتيجيات التي تهدف إلى خفض الطلب من خلال الاهتمام بالجوانب التوعوية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، وهو ما تسعى إليه مملكة البحرين من خلال إيجاد برامج وطنية فعالة والتي يأتي في طليعتها برنامج معا لمكافحة العنف والإدمان والذي تقدمت به المحافظة الجنوبية. ومن جانبه أكد اللواء عثمان بن ناصر المحرج رئيس الاجتماع ومدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات متسارعة يعيشها محيطنا الإقليمي، مما يحتم على الجميع بذل قصارى الجهود لتحصين مجتمعاتنا من شرور هذه الآفة التي لا تزال هاجس دول العالم لأضرارها على أفراد المجتمع ومقدراته الاقتصادية والاجتماعية. مكافحة الجريمة بشكل عام تحظى باهتمام لدى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول المجلس، وجريمة المخدرات وجه خاص أيضا لها خصوصية، لأن مثل ما تعرفين أن هذه الجريمة تمس مثل ما أنا ذكرت أهم وأغلى ثروات عندنا وهم فئة الشباب. يعني لا تدخر دول المجلس بشكل عام أي جهود في مجال هذه المكافحة، مجال مكافحة هذه الآفة. فأتمنى لهذا الاجتماع إن شاء الله التوفيق، والإخوان إن شاء الله يعني يزيدون من نجاح إلى نجاح.